بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أنا بتكلم بالنسبة لزملائي أساتذة الفيزياء والكيمياء والأحياء، بالنسبة لما أثير حول موضوعات الفيزياء والكيمياء والأحياء في أولى ثانوي. فالناس مش عارفة تفرق بين حاجتين، فأنا حبيت أوضح حاجة من خلال اللي أنا هقوله ومن المراجع والكتب أهو. أولا، في فرق، هناك فرق بين العلوم المتكاملة والعلوم المدمجة. مين اللي قال الفرق ده؟ في الأسبوع الماضي الدكتور محمد، وهو صديق عزيز، الدكتور محمد عبد العزيز، وهو من هو أستاذ ورئيس قسم البيولوجي في كلية التربية جامعة عين شمس، وهو صديق عزيز يعني، وهو اللي عامل خطة المناهج الدراسية في المرحلة الإعدادية والثانوية إن شاء الله، وعمل مناهج اللي الوزارة بتطبقها دلوقتي في أولى إعدادي، وهو خبير تربوي. فقال هناك فرق بين العلوم المدمجة والعلوم المتكاملة. وحتى نوضح العملية اللي هيكون إيه؟ العلوم المدمجة يعني تجيب الكيمياء والفيزياء والأحياء يضمهم، بدل ما هم 3 كتب منفردة يحطوهم كتاب واحد اسم العلوم المدمجة. هذا الكتاب الواحد نفس موضوعات الفيزياء يدرسها مدرس الفيزياء، موضوعات الكيمياء يدرسها مدرس الكيمياء، والبيولوجي يدرسها أستاذ الأحياء. ما يقدرش أستاذ الكيمياء يدرس الأحياء، ومتاع الأحياء ما يعرفش يدرس منهج الفيزياء اللي فيه مقذوفات، وأولى ثانوي أنتم عارفين المنهج بتاع الفيزياء قوي شوية. دي اسمها العلوم المدمجة. هو ده مش اللي قاله الوزير، معالي الوزير ربنا يفتح عليه إن شاء الله، هو قال العلوم المتكاملة. والعلوم المتكاملة زي الدكتور محمد مقان والناس المتخصصة وخريج كليات العلوم فاهمين الحاجات دي كويس. العلوم المتكاملة، أنا قعدت 10 سنوات في مركز تطوير تدريس العلوم مع الدكتور فاروق فهمي، وهو عمل حاجة، كان بنعمل حاجة كلها المدة دي، وعملنا دورات تدريبية للمدرسين وهكذا. ومركز تطوير تدريس العلوم مبني على الحتة دي، العلوم المتكاملة، اسمه حاجة كان اسمها نادى بها الدكتور فاروق الاتجاه المنظوم للتعليم والتعلم. ولو أي واحد دخل على النت وكتب الاتجاه المنظوم للتعليم والتعلم هيلاقي فيه أبحاث كتيرة جدا، من ضمن كل الأبحاث أساتذة كلية العلوم وأساتذة اللي هو كان ماسك الكلام معايا الكتب كلها بتاعة الاتجاه المنظومي في التعليم والتعلم. وكنا بنعمل كل سنة مؤتمر دولي يحضروا جميع الفيزياء في الوطن العربي، وكان فيها عالم كيمياء اسمه الكيمياء الخضراء جولاسيكا تقريبا اسمه كده امريكي، كان مع الدكتور فهمي، الدكتور فاروق فهمي في الاتجاه المنظومي للتعليم والتعلم اللي هو دمج العلوم كلها في اتجاه منظومي. 10 سنوات بنشتغل في هذا الكلام، وكان الدكتور فاروق فهمي بينادي بهذا، بس ده قوي جدا عشان يتعمل في يعني في فتره صغيره، يعني اللي يعمله ده يبقى بارع. فايه هي العلوم المتكامله وازاي تدرس العلوم المتكامله؟ وكان الدكتور فاروق فهمي ما قلته ان ما فيش حاجه اسمها الفيزياء لوحدها جزء منعزله، لا، لازم تبقى ايه، الطاقه ياخدها هنا وياخدها هنا، ياخدها في الاحياء ياخدها في الكيمياء من زوايا معينه، والمراجع العلمية بتعمل كده. وأنا عملت كده، وفيه حاجات في كتبي أنا اللي بعملها في الوسام، كنت متأثر بالاتجاه المنظوم، فكنت بحط حاجات بيولوجي في الفيزياء وحط عليها مسائل وحورها لكم دلوقتي وأقولها. إذن العلوم المتكاملة بتكون إيه؟ بيدرس الموضوع من حيث زوايا مختلفة. واحد معاه كتاب يقول الكازه، لا، أنا معايا كتب توضح العلوم المتكاملة إزاي. فيه كتاب يربط الكيمياء والفيزياء، وفي كتاب يربط الأحياء الفيزيقية ويربط الموضوعات ببعضها هنوريكم. بس أنا عاوز أوري لزملائي علشان إذا كان المنهج هينزل كده فعلا وعاوز يتعمل له خبراء ويتعمل المنهج، مش عاوز يوم وليلة، ده الله يكون في عون اللي هيعمله، زي هيربط الموضوعات دي، دي موضوعات عالية جدا ودي موضوعات مهمة جدا، حتى العالم اتجه كده،
هنوريكم بعض الكتب اللي معايا واللي انا كنت بشتغل منها، وكتب منها جبت من ضمن الكتاب ده جبته وانا بعمل عمره، اخر عمره ليا في مكتبه اسمها مكتبه ابن رشد في المدينه المنوره. انا بوريكم مصادر الكتب يعني وبالعربي كلها هي، وسهله جدا، وهنوريكم كل المراجع اللي بتعمل العلوم المتكامله، وهنصفح معاكم بعض الكتب ازاي يربط الموضوعات، وسهله جدا ازاي ربطها، واشتغلنا فيها كتير جدا وعامل لها انا حاجات. ولو دخلت على الاتجاه المنظوم للتعليم والتعلم هتلاقي من ضمن الابحاث دكاتره، وتلاقي مكتوب دكتور احمد امام بركه، انا مش دكتور بس كانوا كلهم ابحاث دكاتره، ادخل على المدخل المنظومي في النت وهتلاقي انا عامل الابحاث دي، وعملنا حاجات كتيره ربط المواد في بعضها. تعالوا اوريكم بعض تصفح لبعض الموضوعات العلوم المتكامله بقى دي، عشان تبقى عندك خلفيه تقدر الاساتذه يجهزوا لو كانوا هيعملوها كده، ممكن يطبقوها السنه الجايه، ممكن يطبقوها بعد كده، خلاص دي بقت فكر دخل الوزاره، فان شاء الله هيتطبق، وهو حاجه رائعه جدا لو اتطبق بهذه الطريقه. وطبعا انا عندي 10 سنين اشتغل في هذا الاتجاه، فانا ما ارضاش اتكلم لما نشوف الامور هتستقر على ايه، الله اعلم. فهنوريكم برضو علشان اللي عاوز يجهز نفسه ويوضب حاجه انا اقول لكم كل حاجه عنها، وانا مستعد اعمل العلوم المتكامله دي كلها ووضبها كلها. تعالوا نشوفوا كده ونتصفح مع بعضنا هذه الكتب والمراجع العلميه اللي وضحها مين؟ اساتذه كبار. ده كتاب سلسلة الفكر العربي الفيزياء الحيوية، ربط الفيزياء بالأحياء. مين اللي عمل هذا الكتاب؟ الدكتور أحمد فؤاد باشا. مين هو الدكتور أحمد فؤاد باشا؟ وهذا هو الكتاب أهو، هنوريكم الدكتور أحمد فؤاد باشا أستاذ الفيزياء وعميد كلية العلوم جامعة القاهرة، ومعاه الدكتور فوزي حامد عبد القادر أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، والسيد الدكتور السيد عوض جعفر أستاذ قسم الفيزياء الحيوية كلية العلوم. وديت دار الفكر العربي تطبع هذا الكتاب. الكتاب ده اللجنة فيه لجنة استشارية علماء اللي بيعملوا الحاجات دي، وبعدين تقديم الكتاب اللي بيقول لي ايه هو يعني الناس رأيهم ايه يعني. بيقول لك أصبحت أهمية التكامل بين العلوم المختلفة، فطن أسلافنا من علماء الحضارة الإسلامية مع أهمية التكامل بين العلوم المختلفة، ولقد أصبحت تكاملية من أهم السمات المميزة لفروع العلم المعاصر. وابتدى بقى يشرح لنا هنا، وده الكتاب المرجع الذي بين أيدينا دي، يعبر الأول من نوعه بلغة الضاد في مجال الفيزياء الحيوية يعني. تعالوا نشوف الأبواب بتاعته ونمسك فصول فصول: الميكانيكا الحيوية والديناميكا الحرارية، الكهربية والمغناطيسية الحيوية، البصريات الحيوية، شوف ربط حاجات فيزياء مع كيمياء، وهنا الصوتيات الحيوية، وهنوريكم دلوقتي حاجة جميلة جدا جدا، والفيزياء الحيوية الإشعاعية، الطاقة الإشعاعية، كنا بندرسها زمان في أولى ثانوي وتانية ثانوي، وناخد الجرعة الإشعاعية للإنسان، وأنا كنت في الجيش ضابط احتياط في أثناء العمليات العسكرية، كان معانا جهاز اسمه عداد جيجر يعرف الجرعة الإشعاعية اللي ياخدها الإنسان تضر ولا لا، ودي فيزياء وأحياء. تعالوا نوريكم بعض الفصول. بسم الله الرحمن الرحيم، وقول الحمد لله سيريكم آيات فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ده ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا الناس دول يعني ناس قمم، بيدلك قوانين الحركه هي كلها بقى، الحركه والسرعه النسبيه والشغل، والشغل لما يكون بزاويه نضرب بقوسين، والكلام ده كله قانون بقاء الطاقه اهو. انا بتصفح الكتاب واسئله عليه. يجي بقى بيقول لك التأثيرات الفيسيولوجية للحركة بعجلة، يعني الإنسان لو بيتحرك بعجلة يحصل إيه؟ زي لما يكون واحد بيطلع في الأسانسير وينزل، الدم بيندفع إزاي وبتاع، يربط لك اسم الإنسان تجمع الدم فين وكده. وأدي بوريك الإنسان لو العربية وقفت فجأة، الواحد بيحس يعني أنا مرة حصلت حادثة فالواحد مخه بيحصل له ارتجاج إزاي، الدم، وأوريك العربية والراجل لما يكبط ويعمل العجلة بتبقى فجأة تقف العربية، إيه تأثيرها الفسيولوجية. وبعدين العضلات وميكانيكا العضلات والهيكل العظمي، ميكانيكا هي حركة، وأدي بوريك الحركة إيد الإنسان وإزاي الحركة فيها، وإزاي الإنسان يقف سليم وإزاي يشيل الشيلة صحيحة، يبقى الاحتكاك والمركز الثقل وحاجات إيه بتبقى داخل الفيزياء في البيولوجي بطريقة كويسة جدا. وأدي قوة الاحتكاك وأوريك الركبة فيها الاحتكاك إزاي والحاجات دي كلها، والمرونة
كل دي حاجات بيدرسها الى احياء. مثلا لما جينا خدنا المواقع والضغط، الضغط في المواقع الانبوبه حرف يوم، تلاقي المثال ده انا كاتبه في الوثائق، قلت لك راجل عاوز يعرف الضغط في الرئه، فبينفخ بقوه، ده زئبق بق تقيل، ينفخ بكل قوته ويشوف الرئه تحمل ضغط قد ايه، ونحسب الضغط في الرئه. تلاقي المساله دي زي ما هي مرسومه كده موجوده في كتاب ثانيه ثانوي من سنوات في كتاب الوثائق. وادي الحاجات برضو حاجات مهمه جدا في التطبيقات على الحته دي. طب الضغط، قياس الضغط، احنا بناخد ضغط الدم، تطبيقات التطبيقات البيولوجيه على ضغط الدم، ادي الرسمه دي واخدها انا، الرسم ده هو بنقيس ضغط الدم، ادي الكيس وادي المانومتر وادي قياس ضغط الدم، مش احنا بندرس ده للطلبه في ثانيه ثانوي؟ ما فيش اهو، ربطنا الحاجات مع بعضها مع البيولوجي ضغط الدم. طب تعالوا بقى انا اقول بسرعه عشان اوريكم استعراض للكتاب، يعني الديناميكا الحراريه ومقاييس الحرارة، مقياس الترمومتر الزئبق والترمومتر البلاتيني والترمومترات، وازاي الكلام ده كله في الحرارة والترمومترات والانتقال الحراري والتوصيل الحراري وتفسير انتقال الحرارة بالحمل والتوصيل والإشعاع. وبعدين جه هنا بقى لك التطبيقات البيولوجية للحرارة والتبريد، العلاج بالحرارة، في علاج بالحرارة، لها طرق للعلاج بالحرارة، وازاي الأشعة تحت الحمراء تاخدها في العلاج بعض حاجات بعض أمراض جلدية وبتاع. وبعدين وراك هنا ادي البنت دي قاعده في جهاز حراري بيولد حراره معينه، العلاج اسمه العلاج بالايه؟ شايف؟ العلاج بالحراره. في الحس الكهرومغناطيسي، بيجيب طريقه الحس الكهرومغناطيسي، يلف ملف حس، اهو ملف حس على الردنه دي، يعمل ذبذبات معينه يعملها بتاع. وانا شفت يعني ناس عندها يعني بيعملوا لها بذبذبات معينه لعلاج بعض حاجات ايه، وفي الموجات فوق الصوتيه، يعني ربط الاحياء هو الحاجات دي كلها. انا مش هعد على الحتت السريعه دي كده. وبعدين دي هنا الكهربيه والمغناطيسيه الحيويه. شوف ربنا بيقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. فصلت. برافو عليك يا دكتور احمد باشا. احمد باشا راجل يعني عالم، ربط لك هنا الكهربيه والمغناطيسيه وايه تاثير الحيوي لها. فادك القوه الكهربيه هي كل ده كلام، والمجال المغناطيسي والجهد المستمر هوب كده، وادي الدينامو الملف الدينامو ترم واحد الاتجاه. طبعا ده كله بنشرح لك الاول الكهرباء وعناصر الدائره الكهربيه والمكثفات اهي، والمقاومات الالوان بتاع المقاومات والمكثفات وسعه المكثف. طب ده كله بندرسه. عاوزك اربطه، خدت بالك ملف الحس نمو وانهيار التيار في ملف حس. واضحه دي نمو وانهيار التيار في ملف حس يعني ديت اهي. طب الله، وادي بقى ظاهره القطبيه في المواد، المواد ثنائيه القطب، دخلنا في الجزيئات الكيمياء والاحياء في الجزيء ثنائي القطب. يعني ايه ثنائي القطب؟ يعني الجزيء لما بنضغط عليه بيديني جزء، الجزيء نفسه الشحنه الموجبه تبقى في جهه والسالبه في جهه، كهربيه ضغطيه والجهاز المستقطب. ودي هوريك بقى بعض نماذج الدوائر الكهربيه اهو، هنوريك بقى دخلها ازاي بقى. وادي دايره الرنين، وادي حاله الرنين الزد. شوف بيمسك لك الفيزياء ويروح مدخل لك ايه؟ الكهربيه الخليه الحيه بقى، وادي دخلنا في الخلايا والاغشيه الحيه. وادي ايه؟ الخواص الكهربيه للالياف العصبيه ازاي، وانا حطيت عليها مسائل هوريها لك انا دلوقتي من المسائل دي. انا مش عاوز اكتر هنا. ادي ايه؟ الالكترونيات الحيويه. شوف بقى، شوف الالكترونيات اللي احنا بندرسها في الفيزياء الحديثه، الالكترونيات الحيويه وازاي بيعمل ايه، هي الالكترونات والمكبرات الاشارات ازاي في العصب بيبعث الاشارات والحاجات ديت. هنا المغناطيسيه الحيويه، المغناطيسيه الحيويه دي مهمه جدا في علاج بالمغناطيسيه. طبعا المجالات المغناطيسيه في الطبيعه، وراح اسيب لك ادي السلك والمجالات هيدخلها لك بقى في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. التردد المنخفض على الخلايا والأنسجة، تأثير المجالات المغناطيسية ذات التردد المنخفض جدا على كل من الجزيئات والخلايا والأنسجة، الأغشية الخلايا وتأثيرها، وادي شرحها بالتفصيل أهو. البصريات الحيوية، الفصل الثالث. الله نور السماوات والأرض، فأوريك البصريات. تعالى نشوف بقى خصائص الضوء والضوء، إيه اللي بيستخدمه الضوء، والخلايا الامتصاص والتداخل والحيود كل ده اهو، يروح مدخله لك بقى في ايه؟
التطبيقات الحيوية للضوء، الأشعة المرئية وقياس قياس الضوء إزاي، والتطبيقات الحيوية للضوء بايو ابليكيشن اوف لايت، الاشعه المرئيه، تاثير التطبيقات الفسيولوجيه والحاجات اللي عليها، هو شرحها بالتفصيل طبعا ده، بس بنوريك استعراض للكتاب. وشرحك الميكروسكوب الالكتروني ودي تاثير الحاجات على خلايا جسم حي بتاع حشره. البصريات الحيويه طبعا انت عارف البصريات اللي فيزياء حديثه، هو دخلها بقى ايه التضخيم والحاجات ديت، وراح مدخل لك طبعا احنا ما عارفين الليزرات البلوريه والزجاجيه، ليزر الياقوت المطعم بالكروم، والتطبيقات الليزر الحيوي. طبعا احنا عارفين الليزر بيستخدم في الطب في علاج كذا وكذا، ووريك الانسجه وتاثيره كده. يبقى ربط الفيزياء بايه اهو، كل الفيزياء بالايه بالاحياء. الصوتيات الحيويه، الصوت الاخر دخل طبعا، ما انت في عارف الموجات فوق الصوتيه بيستخدمها في الكشف عن الجنين وحاجات زي كده، وشرح لك كل حاجه في الصوت، وبعدين دخلها لك في ايه سماعه الطبيب اهي بتعرفها طبعا ازاي، هي سماعه مبنيه على التداخل ازاي وكده، وكل الحاجات دي كده بندرسها برضه، بس بناخد لمحات بسيطه منها. وهكذا هنجيب لك بقى هنا الفيزياء والسمع والكلام، تاثير الفيزياء الكلام والسمع حاجة جميلة جدا، الصم والأجهزة اللي بيعملوها للأذن، وإزاي يحط لك سماعة الأذن والحاجات دي كلها يربطها في منتهى القوة، ودي براعة جدا. يا ريت إحنا نطبق هذا الكلام. الفيزياء الحيوية الإشعاعية، الإشعاعية ديت إحنا كنا زي ما قلت لكم، أنا كنت في الجيش كنا بناخد نشوف الجرعة الإشعاعية اللي بياخدها الإنسان، الجرعة الضارة والجزء اللي ممكن جسم الإنسان يتحملها حسب وزن الجسم يتحمل إشعاع قد إيه. بيشرح لك الإشعاع كله أهو وتأثيره على جسم الإنسان. هنا آخر حاجة التطبيقات الإشعاعية، الكشف، الكشفات النووية، وسائل التصوير النووي للطب. طبعا دلوقتي انتوا عارفين في كلية الطب قسم أجهزة الطبية الإلكترونية الحديثة، أنا بتكلم بسرعة، ودي كل الحاجات دي في هذا الكتاب الرائع جدا، ربط الأحياء بالإيه؟ بالفيزياء. طيب ناخد حاجة تانية، ده كتاب مبادئ الكيمياء الفيزيقية، أسئلة كتيرة جدا وحاجات. مين اللي عمل الكتاب ده؟ الأستاذ الدكتور حسن أحمد شحاتة، أستاذ الكيمياء الفيزيقية كلية العلوم جامعة الأزهر، أستاذ الدكتور محمد فكري. ربط لك الكيمياء بالفيزياء، جميلة جدا. إزاي بقى نربط الكيمياء بالفيزياء بقى؟ شوف بقى الكتاب الرائع ده. هنا مسك لك كل دي الموضوعات، الاتزان الإيوني والحركية الكيميائية، الكيمياء الكهربية، الديناميكا الحرارية، كل دي موضوعات أنا بنعمرك عليها عشان تشوفها أهي. الثوابت في الكيمياء في الفيزياء، والمحاليل، ايه هو المحلول وايه هو الغروي وايه هو المستحلب، وات ذا ديفرنس بين الثلاثه دول، كنا بندرس زمان في الكيمياء وموجود الاساتذه بتوع الكيمياء عارفين. فهنا بيديك المحلول والتغير بتاعه، قانون الضغط وقانون رؤولت، وكاتب لك هنا بقى حاجات، ودخل لك الكيمياء مع الفيزياء في الموضوعات الكتيرة جدا هنا، دي كلها الكيمياء الفيزيقية، وحط على أسئلة ومسائل. تعال نشوف بقى الاتزان الكيميائي والتفاعلات الكيماوية، ربطها ازاي بالفيزياء اهو، وادي الحاجات دي كلها هنا، العوامل اللي بتأثر وقاعدة الشكلية، الاتزان الايوني، ودخل لك الحاصل الايوني للماء والرقم الهيدروجيني والحاجات دي كلها، دخلها دي معادلات فيزيقيه جميله جدا. ودي ايه اهو، دي كلها حاجات فيزياء ومسائل اهي كلها بتتحل بالفيزياء. الحركه الكيميائيه وتاثير الحراره على سرعه التفاعل، والحاجات الحراره والحاجات دي كلها اللي هي الكيمياء، وازاي نجيب فتره عمر النص للتفاعل، ودي حاجات في الكيمياء، نظريه الالتقان، كل دي حاجات اهو جميله جدا. فاللي يعمل المنهج ويربط الحاجات دي بعضها رائع جدا. الكيمياء الكهربيه، ما انتوا عارفين التوصيل المعدني والتوصيل الالكتروني، الكيمياء الكهربيه طبعا مسائل هامه جدا، جهد الخليه والاتزان والحاجات دي كلها، فهمت طبعا الحاجات دي بندرسها. الديناميكا الحراريه وقانون الشغل والطاقة ودي، وربطها بقى مع الكيمياء أهو. وطبعا كتير جدا من المدرسين عارفين هذه الموضوعات. الكيمياء الحرارية،
تغيرات الحرارة ووحدة السعر والحرارة النوعية والسعة الحرارية للماء والمسعر الحراري والحاجات دي دخلها في التفاعل، وأنواع الحرارة التفاعل الكيميائي ودخلها إزاي هنا في هذا الكتاب الرائع جدا جدا، بارك الله في هذا الأساتذة. وراك الغروانيات، ودي مهمة جدا، أنا درستها كان زمان كنا في المعارين في اليابة كنا بندرس الغروانيات والمستحلب، إيه هو المستحلب وإيه هو الغروي وإيه هو المحلول والفرق بينهم وإزاي بنعمل وإزاي بنستفاد منها في يعني السلك، السلك ده سلك نحاس بيغطوه ببلاستيك، إزاي البلاستيك مادة غروية حط تيار كهربي يشحن السلك ده بشحنة سلبة، المحلول الغروي في أيونات تلزق البلاستيك الأيونات عليه، ولا طريقة إزاي يعمل الأسلاك والكهربية والحاجات دي، حاجات درسناها وحاجات يعني أشوف كده أنا كاتب هنا أهو. المستحلب، ايه هو المستحلب؟ الفرق بين المستحلب، المستحلب عباره غروي يتكون من سائلين لا يمتزجان معا ويعملوا مستحلب. هنا بقى التوتر السطحي والظاهره السطحيه في السوائل، يربط التوتر السطحي للماء مع الكيمياء في الماء اللي كنا بنقولها، ناس بتقول كلمه ورد غطاها عليها لكن مش عارف ازاي يربطها. هذه ايه الكتاب اللي هو رابط هنا، ايه نشوف ده عنوانه ايه هنا، الكيمياء الضوئيه. شوف الكيمياء الضوئيه ومسائل على الكيمياء الضوئيه، مش عاوز احرقها لك، انت تشوف بقى الكتاب والكتب معايا اللي عاوز يشوفها يشوفها ايه الكتب دي. طيب يا استاذ، متقدمه جدا روسيه بقى، الكتاب ده تاليفهم الكيمياء الفيزيقيه. انا كنت معرف اليمن والله، واحد يمني طالب عندي من الطلبه بتوع اليمن البارعين، الله يكون دلوقتي يكون وزير ولا حاجه، بعت لي اهداء لهذا الكتاب، وانا كنت بدور على الكتب في اي بلد، اهو كاتب لي الاستاذ المربي الفاضل الدكتور احمد امام بركه، انا هديك كتاب، وقعد يتكلم كلام مظبوط اهوت، يعني يقول الراجل ده فيه فينا شعر. كنا بنقعد مع الطلبه بعد الظهر ونقعد نتناقش في المواضيع العلميه والدينيه ورفع العلم وبتاع، فقال لي احسن حاجه نهديها للاستاذ احمد بركه الكتب، لانه هو غاوي كتب. فالكتاب ده كله الكيمياء الفيزيقيه، كتاب روسي دار مترجم من دار ميل للطباعه والنشر الاتحاد السوفيتي موسكو، كله كيمياء والفيزياء بقى، وانت عارفين ارتباط الكيمياء والفيزياء، الكتاب كامل اهو كلها تفاعلات وربط الكيمياء بالفيزياء في هذا الكتاب. ده الكتاب ده انا خدته منه، كان الدهولة دي كان الجزء الايه، هو كان مكتوب هنا الكتاب الجزء الاول اهو الكتاب الاول، تنتني ابحث لحد ما لقيت الكتاب الثاني هنا اهو، هذا الكتاب الثاني بتاع تكملة الروسي ده، الكتاب الثاني الدكتور اللي مترجمه الدكتور عيسى مسوح دار ميل للطباعة والنشر، ده كتاب رائع عندي في المكتبة من يا من التسعينات يعني. وهذا الكتاب فيه كل حاجات الرابط الفيزياء بالكيمياء والتحليل الكيميائي وكل حاجة هنا، دي كتب اللي هي دي كمان كتب دي. تمام، نوريكم حاجة تانية. في مراجع الفيزياء بتحط حاجات بتاعة البيولوجي في مراجع العلمية للفيزياء، واحنا كنا فاكر واحنا كنا من حوالي 25 سنة كده ولا 15 سنة كنا بنعمل في حد في حاجة اسمها لونج مان مع الأستاذ بتوع الأحياء، كان المستشار العلوم الأستاذ محمد رضا، وكان معانا الأستاذ حسن محرم، وكنا بنعمل حاجات للمناهج الدول العربية ومناهج مصر وبتاع، وإحنا كنا خبراء في المادة دي، فكنا بنعمل حاجة حتى جه الخلية العصبية دي كان بتوع الأحياء ياخدوها، وإحنا بتوع الفيزياء عملنا فيها المجال الكهربي والحاجات، وجي الأستاذ حسن محرم قعد نشرحنا ونتناقشوا فيها، هو الله يكون يعني يكون فاكر يعني النقاش في هذه الخلية العصبية. هنوريكم في مراجع الفيزياء الحاجات ديت، وفي حاجات انا خدتها حطيتها في من الحاجات ديت بنستفاد منها في الكتاب، وجت في امتحانات الاردن، هنوريكم دلوقتي اسئله انا كاتب امتحان الاردن السنه اللي فاتت، مساله جهاز مكثف بيشحن وفرغ عشان القلب يعرف انعاش القلب، انه تقول له اللي ذاكر من الوسام شاف المساله دي، ربطت الاحياء بالفيزياء ازاي جهاز انعاش القلب، وحط عليها مساله مكثف بيفرغ الشحنه بتاعته في زمن قدره كذا، يقول لك احسب التيار بين القلب وبين الجهاز ده في الجسم الانسان، وعليها مسائل. تعال نوريكم مسائل تربط الفيزياء بالاحياء من المنهج المقرر اللي المدرسين بيدرسوه، واللي انا حاططها في كتاب الوسام والناس قالوا عليها صعبه شلتها حطيتها في اولمبياد الوسام، هنوريكم الحاجات دي دلوقتي حالا، تعالوا شوفوا. هذا المرجع اهو، تعالوا نوريكم المرجع ده جاي ايه بقى، بيشرح هنا بيشرح اهو بعد ما خلص التيار الكهربي او حركه
البطاريه وازاي الفولتميتر يقرا فرق الجهد صفر لما يكون السلك ما فيهوش مقاومه. هم بعد التالي كهربا راح جاي على طول يشرح لنا الخلايا العصبيه. بيبقى الخليه العصبيه الحته دي الخليه مبطنه بماده بروتينيه فيها ايه المستقطب موجب وسالب، والدم لما تيجي الاشاره وكان بتوع الاحياء الاستاذ حسن حرام كان بيشرحها هنا، ادي النبضه بتدخل كده تعمل تعادل هنا وتديك الشحنه تبقى سالبه وموجبه، ولها طريقه ازاي تمشي ولها قصه طويله جميله جدا اللي هو بوريك الشحنات والدم وهو ماشي في الشعيرات، والخلايا العصبيه بتنقل الاشاره كيميائيه تحولها الكهربيه، والكهربيه تمشي في الايه الاشاره الكهربيه، وازاي النبضه هي ماشيه ازاي بتتحرك ازاي، ولها شرح تفصيلي يعني لو في وقت اشرحها جميله جدا الحته دي. طيب نشوف مرجع اخر بقى، كتاب الوسام سنة 23 يعني من 3 سنين كنت حطيت مسائل الآتي. دي مسألة بيستخدم في المستشفيات الكويل ملف على المريض وموجودة حتى الآن في كتاب الوسام، وعاوز يقول لك بقى ان في مجال مغناطيسي كثافته كذا والراجل بيستنشق والهواء بيحصل والراجل المريض في الغرفه بتاعته والدكتور في غرفه ثانيه بيتابع الايه المريض في غرفه الانعاش ويعرف عمليه الاستنشاق بتستغرق كذا ثانيه. حلوها بقى الاساتذه بتوع الفيزياء سامعيني، والسؤال ده في كتاب الايه الوسام من كام سنة، شوف من كام، من 5 6 سنين، والسؤال ده جميل جدا بيربط البيولوجي بهو، وكنت حطه هنا. يستخدم جهاز لقياس سرعة الدم في الأوعية الدموية، بيقيسوا سرعة الدم ازاي، شايف الرسم الجميل اهو، الدم ادي بيحط هنا شريحة على الشريان اللي ماشي فيه الدم ومحطوط بين قطبي مغناطيس ويعرف فرق جهد يعرف منه سرعة الايه الدم. هذه مسألة كنت حاططها وتنحل بسهولة جدا، سطر واحد بس، اي ام اف القوة دفعة، ما هو الشريان في الدم السائل غروي فيه ايه شحنات، والشحنات ماشية في المجال المغناطيسي تعمل مجال كهربي، نقيس المجال الكهربي نعرف نجيب منه سرعة الدم. امال بيعرفوا سرعة الدم ازاي؟ يشوف عنده ايه، وادي الشريان اهوت، وادي المجال المغناطيسي اكسات، وادي اللوحين ده هم رسمها برسمة تانية من مرجع اخر، وطلعت منها السرعه تطلع ايه؟ هتطلع سرعه جريان الدم الرقم ده. هذه المساله ودي الاخرى ودي كلها مسائل انا جيت اهي في الوسام جبتها منين؟ اوريكم يا سيدي، هذا المرجع احدث مرجع اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا كده اهي بيربط لي هنا، ادي الشريان نفس المساله بنفس الارقام، انا دايما باخد المسائل من المراجع ما حدش يناقشني فيها بالارقام، حتى 63% طلع 63% اهو، ادي الدم ماشي كده، وادي نص قطر الشريان، وادي اللي بحط له الشريان بتاع الدكتور بيحط جهاز كده مغناطيس، وهنا على الشريان يحط هنا صفيحه من هنا وصفيحه من هنا ويقيس فرق الجهد، فرق الجهد اي ام اف يساوي بي ال في، يبقى في بتساوي اي ام اف على بي ال اللي هو قطر الشريان، ونطلع الايه مسائل بسيطه بس بربط لك الاحياء دي، وهذه المسائل كلها موجوده زي ما انت شايف بالمراجع تربط الاحياء بالكليه. دي حاجه قعدنا سنوات نربط المواد ببعضها ونحطها هنا. طيب قالوا لا اسالوا المساله دي صعبه، خلاص يا عم صعبه نشوفها هنا، حطيتها هنا في كتاب الوسام السنه دي 25، رحت عامل حاجه اسمها الاولمبياد اهو، الاولمبياد المسائل اللي بتيجي في العالم كله، الاولمبياد اهو اللي انا قلت عليه، الاولمبياد ديت وجيت الفصل الثالث اهو، رحت حاطط المساله اللي كانوا الناس بيقولوا صعبه حطيتها هنا، والجواب 63 اهو زي ما هو موجود فين؟ في المرجع، بس هو الكتاب كتب الاجابه دي هي اهو صح اهو، ودي كلها حاجات بتربط الفيزياء بالاحياء. طيب في اساتذه يعني وكل واحد بيفتي يعني بيقولوا والله اولى ثانوي هيبقى فيها ايه؟ الجزء بتاع الفيزياء هياخد الصوت والضوء. كلام مش منطقي يا جماعه، الصوت ده عشان يشرح الصوت عاوز كتاب. ليه يا استاذ احمد؟ الصوت عشان تشرح الصوت لازم زي ما كنا بناخده في الاول، اول الكتاب ما نزل افتكروا كده المدرسين القدام الخبره، سيبك من العيال اللي بيدرسوا دلوقتي دول مش عارفين حاجه في الدنيا، اول ما نزلت الموجات، الموجات ولازم تعرف الحركه الاهتزازيه عشان تشرح الموجات، وبعدين لما تاخد الموجات تاخد الموجه الطوليه والمستعرضه تعرف ان الصوت موجه طوليه. تاخد الصوت بقى عشان ناخد الصوت نشوف ايه الصوت، ايه هو انعكاس وانكسار وحيود وتداخل الصوت. حلو، ده ياخد كذا، والصوت بقى تاثير الحراره على الصوت، طب انقل من الصوت بقى الاهتزاز المستعرض للاوتار،
وقانون تجارب الملد والتجارب بتاعت الشد والموجة الموقوفة. وبعدين ناخد بعد الموجة الموقوفة وخدنا السيستم المستعرض، هناخد الأعمدة الهوائية. خدنا الأعمدة الهوائية، شوف الأعمدة الهوائية إيه. وبعد الأعمدة الهوائية بتاخد الآلات الموسيقية، وبعدين تاخد كل دي حاجات في الصوت والموجات فوق السمعية واستخدامها والحاجات دي. الصوت أهو الكتاب ده كتاب الصوت. تعرف مدرس فين ده؟ تانية سنة في ليبيا. كتاب كامل أهو، تعال وريهم، تعال وريهم الكتاب. الصف الثاني الثانوي أهو، الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ومؤلفه دكاترة أهو. شوف الصوت ده واخد، أنا عندي 6 كتب لليبيا هنا أهو. الصوت ده واخد، شوف قد إيه كل ده عن الصوت وانعكاس والصوت في ازاي يحصل، وبعدين ياخد ازاي العين سرعه الصوت في المواد الصلبه والسائله والغازيه، وخصائص الموجات وطبيعه الصوت والتداخل في الصوت، ادي الموجات فوق السمعيه باش ده كل صوت، واذا كان المصدر متحرك ازاي التردد يزيد ويقل، والموجات الموقوف والمصدر زي القطر جاي ورايح. يعني الصوت ده بحر، عشان يقول لك ايه الصوت ده هياخد الصوت والضوء. هذه مثلا الصوت، وادي العلاقه بين الاعمده الهوائيه والالات الموسيقيه، وده كل صوت، ودرجه الصوت وشده الصوت وازاي نعين الصوت ونعين سرعته، كل ده على الصوت. اهو ده كتاب كامل عن الصوت. ما بالك الضوء بقى، لما تاخد الضوء والآلات البصرية والضوء والتداخل، أصل الضوء له خصائص، الانعكاس عليه مثلا زي اللي موجود حاليا في تانية سنة، الانعكاس والانكسار والتداخل والحيو. حلو. وفي حاجة كمان خامسة بندرسها اسمها الاستقطاب. كمان في حاجة تانية في الضوء اللي هي الآلات البصرية، العدسات والمرايا والانعكاس الكلي والزاوية الحرجة والمناشير. وشوف بقى، لا يعني لو هتاخد الضوء ده عاوز كتاب، ادي ده مرتين. فين والمرايا الكرية والعدسات والمسائل بتاعتهم، ده بحر. وده فيه كتاب مرجع للضوء بس هنا ادي ده 10 مرات موجود معايا في المكتبة، مش عاوز اقراه لك، انتوا كلكم عارفينه. يعني الضوء بحر. ما يقوليش واحد ان المنهج هيجي في اولى ثانوي الصوت والضوء وقال لك وكحاجات تانية، ده استحالة طبعا. أنا قلت كده يعني على المناهج العلوم المتكاملة وما هي العلوم المتكاملة وميزتها، بس لو اتطبقت، بس مين يقدر يعمل الحاجات دي كلها في الفترة الصغيرة دي؟ وربنا يكون في عون اللي هيعملوا المناهج دي، لأن دي حاجات حلوة جدا، فعلا حلوة، فعلا حاجة كويسة، فعلا نقولها كويسة. بس أنتوا زي ما أنتوا شايفين عايزة مجهود وحاجات، دي درسها الاثنين يعني، المادة دي درسها واحد فعلا، لأن تبقى حاجات بياخد حاجات وتطبيقاتها يعني، تدرس المدرس الواحد يدرسها ان شاء الله. ده انا قلت فكره كده عن الحاجات دي علشان ما يتردد من الاقاويل، يبقى عرفنا الزملاء ايه هي العلوم المتكامله الصحيحه. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.